بحضراتكم. بنكمل بإذن الله تعالى السلسلة اللي كنا بدأناها بتاعة تسميد الطماطم. احنا النهاردة وقفنا عند اليوم 30، خلينا بقى في اليوم 30، يعني في الأسبوع السابع، يعني من واحد الـ 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 في الأسبوع السابع، إيه؟ في الأسبوع الخامس، في الأسبوع الخامس، تمام؟ في الأسبوع الخامس، احنا آسفين، آسفين. احنا في الاسبوع يا جماعة الايه الخامس، تمام؟ الاسبوع الخامس، الخامس، في الاسبوع الخامس ده هو بنتكلم عن برضه تسميد الطماطم. العدد اللي عندنا 1000 نبات، طبعا اذا كان عندك اسمدة مركبة او اذا كان عند حضرتك اسمدة بسيطة. قلنا الأسمدة المركبة اللي فيها أكتر من عنصر، وأسمدة بسيطة لا تحتوي إلا على عنصر واحد، مع إن في اللي جوه ده طبعا في عناصر كتيرة يعني تحتوي على عنصرين. طيب نقول قسمناهم أيام أسبوع أهيًا عشان ما نتوهش، بس يبقى يوم السبت الحد الاثنين التلات الأربع خميس الجمعة الجمعة، تمام؟ طيب لو انا لو انا عندي يوم السبت مثلا حطينا 1 كيلو 20 20 زائد نص كيلو 10 10 40، اللي هو عالي البوتاسيوم يا جماعة، اللي هو الرقم الاخير ده هو لازم يكون عالي، سواء جاي 10 10 40 او 10 10 40، سواء من اليمين او الشمال اخر رقم قلنا بيكون هو البوتاسيوم، تمام؟ بنبدأ بقى هنا نحط بوتاسيوم، هنا 20 نيتروجين 20 فوسفور 20 بوتاسيوم، وقمنا مدين كمان نص 20 كمان نص كيلو عالي بوتاسيوم مع البوتاسيوم اللي في ال20، فهتكون وجبة كويسة بحيث ان انا اكون طلعت شوية بعنصر البوتاسيوم، تمام؟ بس وبرضو احنا حاطين فوسفور عشان برضو عملية التزهير ماشية شغالة معانا خالص يعني. وفي فيديو هننزله بعد دوت ان شاء الله بعد قليل، يعني برضو بيكلمك عن ازاي ان النبات ماشي في العناصر كلها مع بعضها ازاي. دي يعني احنا عندنا طماطم مثلا بتمشي 6 شهور، الجدر شغال والتزهير شغال عندي والثمار شغالة، انا اشتغل مع انهي مرحلة من دول. احنا موجهين الضوء برضو في الفيديو اللي بعد ده هوت على طول هتشوف احنا بنعمل فيها ايه، تمام؟ أسمدة بسيطة، بنحط 1 كيلو نترات اللي هو عالي في النترات شوية، وبدأنا نحط سلفات بوتاسيوم مع حمض نتريك. الراجل ده فقير ما عندوش غير سلفات بوتاسيوم وعنده في حمض نتريك، السلفات البوتاسيوم بتلاقيها يعني مشكلة شوية على ما تتحول للصورة الكويسة، فبنبدأ نحط شوية حمض نتريك، شوية مية الأول، وبعد كده بنضيف لها حمض النتريك، وبعد كده بنضيف سلفات البوتاسيوم. ممكن تبيدهم الليله دي في السماده والصبح بتحط النترات وتسحب ده كليته عادي، بحيث ان جزء من البوتاسيوم السلفيت ده هو يتحول لنترات بوتاسيوم، تمام؟ لان الحامض هيساعد في القصه دي، حمض النتريك بالذات مع سلفات البوتاسيوم محول لك لنترات بوتاسيوم. بل من في الاراضي الجيريه يا جماعه، او الاراضي اللي تحتوي على نسبه عاليه من كالسيوم، من الكالسيوم مش بوتاسيوم، احنا بنضيف حمض النتريك فبحول لي جزء كتير من كربونات الكالسيوم الى نترات كالسيوم، وبيبقى مفيد على فكره جدا في القصه دي، تمام؟ ده للمعرفه بس مش اكتر. يوم الحد بنحط 1 كيلو برضو 20، نفس القصة اللي بتاعت يوم السبت مغيرناش فيها حاجة، ودي برضو نفس القصة بتاعت يوم السبت، انا بحاول ادفع بالبوتاسيوم شوية ومع النترات النيتروجين برضو بعلى بيه شوية، بحيث ان الامور تبدأ عندي في النمو الخضري وابقى داخل على عملية العقد والتزهير بقى، او هي بدأت بالفعل في بعض اللي بغذي كويس واللي حاطط خلطة كويسة، المفروض بدأت عنده في الأسبوع الخامس، يعني 35 يوم بدأت عنده، تمام؟ فبيبدأ برفع البوتاسيوم عندي بحيث ان النبات يدخل يلاقي مستوى البوتاسيوم عالي في التربة، وكذلك الثمار تلاقي مستوى البوتاسيوم عالي في النبات نفسه. ندخل على يوم الاثنين، عندنا نترات الكالسيوم
برضه ما بتتغيرش. طبعا الكالسيوم ضروري في الوقت ده هو، بما انه فيه كالسيوم وفيه ازوت يا جماعه، تمام. وانتوا عارفين ان نترات الكالسيوم فيها 26% تقريبا كالسيوم، وفيها 15% نيتروجين. ندخل على يوم الثلاث، هنلاقي 1 كيلو 20 20، وبرضه ما ننساش المغنيسيوم، كبريتات او كبريتات المغنيسيوم، تمام، او سلفات المغنيسيوم زي ما يكون، او في نطرات مغنيسيوم برضه موجوده، بنحط منها 1 كيلو كافي لكل 1000 نبات يا جماعه، انا بتكلم على 1000 نبات، تمام. ده يوم الثلاث. يوم الثلاث برضه هنا بنحط كيلو نطرات زائد 1 كيلو مغنيسيوم، تمام. طيب يوم الأربع بنحط كيلو 20 20، برضو رجعنا للعشرة 10 40، يعني عالي في البوتاسيوم شوية، تمام. وفي فوسفور برضو حطينا 20 في الكيلو اللي احنا حطيناه فوسفور، وفي برضو أزوت، تمام. طيب نيجي بقى للأسمدة البسيطة، بنحط 1 كيلو نترات زائد 1 كيلو حمض فسفوريك يا جماعة، حمض فسفوريك برضو ما استغناش عنه في الأسمدة الأحادية، ما سيبهوش حتى لو حطيته مرة في الأسبوع، والمغنيسيوم مرة في الأسبوع، وبقية الأسبوع عندي نترات وبوتاسيوم ما فيش أي مشكلة خالص، تمام. بنيجي يوم الخميس وبنتكلم على العناصر الصغرى يا جماعة، اللي هي عناصر الصغرى تكون ايه، يا اما ايديتا يا اما ايدها يا اما تكون صلفة. طيب لو كانت سلفات نشادر، سلفات حديدوز او سلفات كبريتات حديدوز او كبريتات منجنيز او كبريتات زنك، دي يا جماعه بنحط منها الكبريتات، بنحط كيلو حديد ونص منجنيز ونص زنك. طيب لو كانت ايديتا او ايدها، بنكتفي بالايديتا، ممكن ربع كيلو حديد و150 حديد منجنيز و150 زنك. ولو كانت ايدها ممكن نحط 150 حديد و100 منجنيز و100 زنك، او 5 من 75 جرام، جرامات ديت حديد منجنيز و75 جرام زنك و150 جرام حديد، تمام. دي لو كانت بالنسبه للعناصر الصغرى، او اما ارشها مخلب على احماض امينيه وتريح نفسك، تطلع من قصه البي اتش عالي والبي اتش منخفض، وصلات ثبتت وما تثبتتش ولا فايده، والقصص الحمضانه اللي احنا فيها يوم الجمعه زي النهارده كده، بالنبات برضو بيسبح ربنا، والمفروض ان هو بيتشطف من كل الهم اللي انت حطيته عليه ده هو، وبيبدأ يعدل في الدنيا بتاعته. فبنحط الهيومك مع شوية مخفف ملوحة، او سموها زي ما تسموها في كل دولة مسمينا حاجة، المهم يعني الحاجة الطارد للملوحة ده هو، ممكن نحط معاه كيلو مع 150 او 100 جرام هيومك لكل 1000 نبات، هتلاقي الدنيا معاك زي الفل، والنبات غسل وتشطف وسبح ربنا، والدنيا هتكون عنده تمام. ده الاسبوع الخامس، بنتكلم بعد كده عن الاسبوع السادس. شكرا لحضراتكم.